عايزه ابارك لك الف مبروك حبيبتي، وسعيده جدا ان انت تناولتي موضوعين جمال جدا. يعني انا سمعت اسئله اشمعنى فتره لحد 13 سنه. انا عايزه اقول مش بس شايف، يعني انا شايفه ان الفتره دي اهم فتره في حياه الانسان، لان دي الفتره الخصبه جدا، الفتره اللي الطفل بيبقى عامله زي حته السفنجه، بيمتص كل حاجه وبيكتسب ذاكره، يعني يمكن ينسى اللي حصل له في الاعدادي، يمكن الجامعه يبقى مدهوش بحاجات، لكن الفتره دي بتعلم في نفسيه وفي عقل وفي تكوين الطفل بشكل ما بينسيش نهائي. يعني انا يمكن في المراحل المتقدمه نسيت هذه الفترات او نسيت احداث كتيره فيها لحد ما حد من اصدقائي يفكرني او حد من العائله يفكرني، لكن هذه الفتره لغايه 12 13 سنه من اهم الفترات اللي بتكون وعي وبتكون الانسان اذا كان هيطلع سعيد او جواه مناطق الم او جواه كذا او. فالفترات دي فترة بتشكل وعي الإنسان وتنطبع في ذاكرته وفي إحساسه وفي نفسيته لما بيكبر، هو ده تشكيل الإنسان في الفترة دي. كمان إن أنت تتناولي فترة العلاقة الحديدة بالجدة، الفترة دي لا تنسى، الفترة دي من أمتع وأجمل الذكريات في حياتنا كلنا حتى وإن كانت الجدة قاسية. يعني وبعدين انت تناولتي كمان ام ابوي، ام الاب غير خالص ام الام، اقارب الام مختلفين تماما في الاحساس عن ام عن اهل الاب، اهل الاب قساة اسين، ام الاب دايما متسلطه وفيها شيء من العنف، بعكس الجده من ناحيه الام. ومع ذلك لفت نظري الاهداء، بتهدلها العمل، يعني انت من جواكي مش بس امتداد ليها، انا واثقه انك انت ورثتي حاجات نفسيه منها جدا، لان كلنا كده، يعني احنا كنا بنهرب من بيت امنا نروح للجده، وكنا ساعات نعنف ونوجه وبتاع، يعني جميل جدا ان انت تناولتي هذا وبهذا السرد الجميل وبهذه اللغه الجميله، حاجه بديعه جدا جدا، وبشكرك جدا جدا. وهذه اللغه الرقيقه اللي ما بتفرقيش لا في الكلام ولا في النقد ولا في الكتابه، شيء جميل جدا جدا، والف مبروك. شكرا جزيلا. فخر عملت شريف. انا اقول سطر صغير بس بحكايه ان التراك اتقالت اكثر مره، حكايه ان فتره الاعداد دي اهم حته بيمر بيها. انا رايي خاص، ممكن اختلف فيها ان يمكن لما البني ادم فينا يعني بتبقى في فتره معينه بيتعرض فيها لحادث بيحب يركز عليه. يعني انا افتكر مثلا يعني ممكن يبقى عندي انا اولى ثانوي، ممكن يبقى ثانيه ثانوي، ممكن يبقى اول يوم في الجامعه، ممكن يبقى لما بيبقى في حدث، هي في عندها حصل حدث احداث سفر الاسره ده، وانها تلاقي نفسها، فده يمكن العلقه بذهنها.